هنبدأ كلامنا النهاردة هقول ايه؟ جهود طول الوقت في مكافحة الإرهاب مستمرة. الحمد لله رب العالمين تم تصفية عناصر من مرتكبي حادث مسجد الروضة الإرهابي. الإرهاب لما بيجي يقرب ينتهي خلاص هما بيحاولوا يعملوا كل اللي يقدروا عليه، عشان كده في تحركات كتيرة جدا على كل الجبهات. امبارح بالليل تم الإعلان عن إحباط قوات الشرطة المصرية هجومين كانوا هيحصلوا امبارح، تم إحباطهم، حاجزين أمنيين، واحد في العريش، وقدرت القوات إنها تصد الهجوم وتصفي ثلاثة من الإرهابيين وتصيب اتنين تانيين. الهجوم التاني كان في توقيت متقارب، واحد منهم كان قريب من قرية عاطف السادات في العريش، وكمان صد الهجوم على مركز على تمركز لقوات الشرطة في طريق جسر الوادي. زي ما احنا عارفين ان في حالة تأهب لكل قوات الامن من الشرطة ومن القوات المسلحة المصرية، يعني الغارات اللي موجودة على مواقع المسلحين في سيناء، ومحدش يقول لي ما ننزل بقى نخلص عليها. على فكرة مين قال ان احنا عايزين نفضي سيناء؟ هو ده كان قرار اسهل مما يكون، ان كان بدل كل الجهود اللي بتحصل دي شمال سيناء المناطق اللي فيها عناصر إرهابية اتفضت خلاص. لكن معنى كده ان انت صنفت المنطقة دي ان المنطقة دي ما فيهاش سكان، فيهاش ناس، فيها إرهاب، يعني فيهاش تنمية، يعني فيهاش شغل، واهلينا في سيناء مش عايزين يسيبوا أماكنهم، ناس متمسكة بالأرض ومصرة تفضل فيها مهما كان فيها إرهاب. ربنا إن شاء الله بإذن الله هينصر جنودنا ويثبت أقدامهم، وإن شاء الله السنة اللي جاية هتكون أحسن أحسن إن شاء الله، وربنا يعوضنا جميعا يا رب بإذن الله. وما حدش يقول لي بالعكس، إحنا عايزين ننزل وعايزين ننمي وعايزين الناس تشتغل وعايزين، وهو ده اللي كنا دايما بنتكلم عنه، إنه من عدم إن يكون في أي شيء موجود لمشروعات قومية كبيرة جدا بقالها سنتين وثلاثة بتتبني عشان الإعمار، يعني عشان تعمير سيناء. يعني صحارى سرابيوم دي بتتعمل ليه؟ بتتعمل عشان توصل المية لسيناء، بدل ما هم قاعدين بيستنوا نقطة المية ولا المية توصل لهم كل خمس ست ساعات مرة قبل ما تيجي المية في المناطق دي. هي بتتعمل ليه؟ بتتعمل عشان يكون في زراعة بس. هل المشروع ده كان بيتعمل بين يوم وليلة؟ لا طبعا، بياخد وقت. لكن أنهي الأفضل؟ أفضي منطقة خالص وأخليها صحراء جرداء لا يوجد بها زرع ولا ماء في حربنا ضد الإرهاب دي، ولا نميها؟ ما هو أنا لما نميها الطفل اللي هناك والشاب اللي هناك هيلاقي برضو شغلانة يعملها، هيلاقي حاجة يعملها غير إن هو يتم استقطابه مع أي جماعة ومع أي فكر والسلام.